بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن الغيوم المعصرات. تبين في هذه الصورة أن هذه الغيوم كأنها تنعصر ليخرج منها الماء غزيرا ثجاجا، لذلك فإن القرآن الكريم وصف لنا هذه الغيوم وسماها بالمعصرات. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، سورة النبأ آية 14. ويؤكد العلماء ان اي قيمه تشبه الخزان الضخم والثقيل والماء والمليء بالماء، وكلما افرق شيئا من حمولته قل حجمه وانكمش على نفسه. بعباره اخرى يمكن القول ان القران وصف لنا ظاهره المطر الغزير او الثجاج بدقه علميه رائعه في هذه الايه الكريمه. صراحه ما نقول سبحان الله والله اعلم.